السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نايف سنسي معاكم ورجعنا لكم في ميد ايفل داينستي. قبل ما نبدأ حاب لكم مشاهد جديد، ياريت ما تنسوا الاشتراك وتنشروا القناة ومواقع التواصل الاجتماعي. أكون شاكر لكم. يا سلام، يوم جميل والله سويت أشياء جميلة. أوه راح التراب علينا، كيف فتوح جديد؟ لا مو بهنا. أذر تراب ناقصني ستيك بسيط جدا. سويت أشياء جميلة فخلينا نستعرضها لكم. بنيت مبنيين جديدة، المشروع هذا تحت الإنشاء ولازم نخلصه اليوم. وعندي هذا المبنى بنيته هنا اللي هو إيش، زي السميث البلاك سميث أو الورك بنش، أقدر فيه أكرفة أشياء جديدة. عندي هنا الباو لونج باو، إيش هذا ريكورسف باو على ما أظن، والشفل وأشياء جميلة. لكن غالبا يحتاج حاجة جديدة. اللي كرفته هذه الستون سكينينج نايف، وكرفت ستون ها اللي هو ايش، يعني احرث، اقدر احرث حق المزرعة هنا علشان ايش. هاي وين راحت مزرعتي؟ طيب اختيبت المزرعة حقي، اصلا ما عندي بذور، بنيته ما عندي بذور. الرجال هنا او المبنى هذا هنا راح يكون مستودع، تمام، ريسورس ستوريج، نحط فيه اشياء كثيرة جدا. يعني ايش هذا راح يفيدني اذا جبت عندي عمال. فخلينا اشوف هل اقدر ابني اشياء زيادة ولا لا. في مبنى مهم جدا اللي هو سيرفايفل هانتينج، لا فارمينج. في مبنى حق الفود بس ما ادري وينه. ماين ستوريج، فود ستوريج، ايوه ابغى هذا. نوت انف تكنولوجي، نبغى الفود ستوريج، مهم جدا جدا. يعني الستوريج هذا وفود ستوريج كلها مهمه. خلينا نشوف تكنولوجي. ريسيرش ستوريج هانتينج فود ستوريج هنا. لازم تخش على الفارمينج على كذا. اوكي لازم تخش على الفارمينج صراحه. طيب للاسف اذا ما اقدر والله شوي صعب. ممكن نضطر ايش، نضطر ان احنا نقضي فصل الشتاء لوحدنا. والله شوف كوست هناك صراحة، هذا اي قرية؟ اوه القرية اللي قدامنا. فيب انا حاليا بش ابغى اشتغل على البيت هذا، ابغى لي لوج وستيك واشياء كثيرة جدا. فيب حبيت اني ايش بس استعرض لكم قبل ما نبدأ نبني فيه. عندي هنا كم واحدة، خلينا ناخذها كلها. ترانسفير اللي هو اف، نضغط اي بعدين اف. نايس ستيك، نايس سترا، خذ الاسترا. يا سلام، خلينا نبني بالموارد هذا اللي عندي، نبني اللي نقدر عليه. تمام. والله يا هو بيكلف كثير يا جماعة الخير. يا سلام البلا. اوه بدون باب، اوكي هلا. طيب روح، ايوه والله بياخذ وقت كثير صح. يب ممكن هذا اكبر مبنى، ممكن هذا راح يكون اكبر مبنى حاليا، حتى اتوقع راح يكون اكبر من الفود ستورج. هذا طبعا ريسورس ستورج، ريسورس اللي هو ايش، الموارد كلها. يعني اذا جاء صار عنده عمال يخزنون الموارد حقهم هنا، او اني انا مثلا اخزن مواردي هنا وهم يشتغلون فيها. طيب اذا اشتغلوا اكيد راح يطلعوا الموارد. يب على العموم راح نستفيد منه كذا ولا كذا، راح نستفيد منه. الستيك بسيطة، كل هذه الاغراض اللي يبغى لها ستيك. طبعا حاليا فصل الخريف يا جماعة الخير، فصل الخريف والوينتر از كومينج، الشتاء بيجي وان شاء الله نحن جاهزين. عندي اكل بس اللي خايف منه هو درجة الحرارة، كيف راح اتعامل مع البرودة، هذا اللي شايل همه. طيب المضرقة بتنكسر، انكسره. ستيك اند ون لوج، يبغالي حبة. اوكي ترى لفلت اللوجينج، فيب صرت اشوف كيف قد ايش يكسر بسرعة صار. نايس شيل العصي. سلام نايس. ناخذ شجرة ثانية على الخط، ليش لا؟
نحتاج شجر كثير صراحة. اوه في مشروم هنا، السلام، هذا جديد، هذا ما ادري شكله مسمم هذا صراحة. خلينا نشوف ايش قصته. مشروم A food resource that can be eaten raw restore a small amount of food can be found in the forest. اوكي لا كويس، مو سام، كويس جدا. طبعا هذا المشروم ما كان موجود في الفصول السابقة، تو طلع دحين في فصل الخريف. حلو، هذا اللي عجبني انه ايش كل موسم. اوه هذا منقط، المنقط سام انا متأكد 100%. chance to poison 100%، ايوه اكيد، هذه معلومة معروفة، اي مشروم منقط هذا سام يا جماعة الخير. فلا سمح الله يوم من الايام صرت تعيش في غابة وشفت مشروم منقط، لا تاكل لا تاكل مشروم منقط يا جماعة، لا احد ياكله. اوكي نايس نايس، يلا اخذنا. خلينا كرفت المطرقة، السلام. تجي اوتوماتيكلي صح؟ لا والله ما تجي اوتوماتيكلي ولا حاجة. وودن سبير ليش؟ خلي ثلاثة وودن سبير. ستون هامر لو سمحت. ليش؟ اوكي كذا، اوكي ثلاثة كذا، حلو تمام تمام تمام. طيب يلا بسم الله، كمل كمل بيتنا. والله يا جماعة مشروع هايل صح ولا لا؟ مشروع ضخم. نايس نايس، نكمل الجدران. فيب هذا اللي شايفين، صار فصل خريف، صار عندنا مشروع جديد. خلينا بس علشان نستفيد من الوقت اخلص من المشروع هذا. والله يوم خلص المشروع هذا وارجع لكم. يا سلام، باقي اللمسات الأخيرة. باقي هذه بس، هي اقدر اخر شيء صح. يا سلام والله مشروع جميل، مشروع يا سلام. شوف شوف شوف. طيب ايش هذا؟ وودن انتيرير ريسورس ستورج. هذا انه من جوا انه خشبي، يعني انا احط مواردي هنا ولا اللي معي يحطون مواردهم هنا؟ هذا السؤال يطرح نفسه وبنعرف ان شاء الله بنعرف. اهم حاجه ان احنا ايش بنينا واحد من المباني الاساسيه. دحين خليني اروح القرية، يبغاني اروح القرية صراحة. ابغى احاول اني ازرع، لازم ان احنا نزرع. فعلشان ازرع انا ابغى اكرفت حاجة. لحظة جاني فلفل سكيل كرافتنج كرافتنج نوليدج one more skill point from crafting activity faster crafting wooden and stone object faster sewing line and fur clothes. هذه جدا مهمة السيمنج هذه والخياطة، لازم نفتحها لازم نفتحها. فخلينا نخش على السكيل هنا، نخش على الكرافتنج نولج. ليش لا؟ كرافتنج نولج حلو. تم نبغى نكرفت ايش؟ نبغى نكرفت سكاكين، لان شفت السكاكين الستون نايف سعرها جميل. فمثلا نجلس كرفت سكاكين يا جماعة الخير ونروح نبيعها، يعني صراحة فكرة جميلة صح ولا لا؟ ناخذ السكين هذا، السكاكين هذه كلها ابغاها، لاني كرفت بها سكاكين. انا عندي لحم، لحظة انا عندي لحم ولا لا؟ deliver to لحظة، تبغى لحم بس؟ عندي لحم، عندي ثلاثة، تبغى اربعة لحم. يلا يلا مي مشكلة. على كذا بس ايش؟ ناقصنا لحمة واحدة بس صح؟ ناقصنا لحمة واحدة. قبل ما اخذ اللحم يبي خلينا نروح هنا وندور لنا اي حاجه نتبعها على السريع ونشوف كيف الاكس حقي. الاكس حقي بينكسر يا جماعه، ابغى خشب واحده بس عشان في حاله انه ايش انكسر علي السبير يكون معي احتياط، وعلشان ايش اكرفت. انزل يا ابو الشباب، انزل انزل. ايوه خذ اللاب كله. حلو يلا، والله فصل خريف جميل الى الان، فصل خريف جميل. فيب خلينا ندور على حيوان نذبحه ونرجع. جاموس نجرب.
والله جاموس جاموس يا جماعة الخير شبره عليه، لكن بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد صياد، أنا عبد صياد. أوه ذبحناه والله التو سبير بس. الله هيدشوت، الله عبد صح. هيا 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 هذا كم شاطين لحم ما شاء الله ما شاء الله. 6 لحم. أوه أعطاني فرو حلو حلو. أوه فريسة ثانية فريسة ثانية فريسة ثانية. الله هربة. وينها وينها؟ وقفت، كانت تمشي وقفت. أيوه أيوه هذه 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 الغزال يبغاله أكثر من سبير المشكلة. الله الجاموس حصل له فراس صح. كويس كويس بسم الله. حبة حبة. ضيعت. الله اني غبي. ايوه ايوه ها ها وقف وقف وقف. نايس نايس جبنا 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 واحدة جبنا انا واحدة. اوكي لازم كرفت لازم كرفت. سبير 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 كرفت كرفت سريع 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 سريع. تعال 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 وين راح وين راح وين راح ما اشوفه. 3 وقف وقف ابلع. الله باقي حي. 3 الله اكبر عليه باقي حي يا جماعة الخير. خذ سبير. وين راح السبير حقي؟ 3 قلنا. اوكي والله جماعة هذا الجاموس مات من 2 هذا كم يبغاله؟ اوكي اوكي الله لا تموت الليلة. يا يعني انت هيتا هو مصاب شوف كيف يركض. وقف وقف وقف. ضيعته. لا 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 ايوه ترى ترى. اوه الجاموس الثاني والله اذبح ابوه اذبح ابوه دحين. اصبر 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 والله الجاموس الجواميس لعبتي يا جماعة جواميس لعبتي. اوكي هذا سبير واحد وهذا الثاني. كيف حاله؟ طيب هيا ابلع فراسه. تعال ابلع الثاني. يا سلام والله ايزي جاموس ايزي. اوكي نايس 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 نايس. اللي عجبني انه فيه فرو يا جماعة. اوه نايس. يلا يلا خلينا نرجع القرية خلينا نرجع القرية ومعنا لحم ومعنا فرو وحركات. يلا رجعنا القرية. هذه العجوز هنا خلينا نعطيها اللحم ويكون امورنا تمام. السلام عليكم. ايوه هذا اللحم زاد ريبتيشن. يا سلام ما ادري ايش اعطتنا ريورد. اعطتنا فلوس ان شاء الله. هي اعطتنا فلوس كوين لسه 50 ما زادت. طيب ايش اعطتني؟ السمعه زادت لكن هل في شيء غير السمعه؟ والله ما ادري صراحه. شكرا شكرا على لا شيء. يلا زاد السمعة ما هي مشكلة. خلينا نشوف هذول هنا ناس يبغون ايش. ايوه شوفوا يا جماعة الخير هذه حاجة جديدة تعلمتها. لما اضغط على Alt يعلمني ايش السكلات. شوف مثلا البنت هذه الحلوة عندها كرافتنج 5 شيء جميل جدا. عمره 21. I want to tell you something. Sorry I don't know you well. حلو. Do you have a minute? Yes. Nice weather. اوكي لا بس. هاوز ذا جاب. اوكي ما زاد اي شيء. نايس وذر ما زاد اي. ريسنتلي اي جات انتو هانتينج. نو اوكي دو يو هاف ا مينيت. هاوز ذا جاب. والله ذي مره ما تبغى الواحد يتكلم معاه. طيب خلينا نقول لها رجعنا من اوكي والله ماش ما هذه مرة زعلانة. صعب على خلينا نكلم الرجال هذا نشوف اذا نقدر ايش خليه يشتغل معانا ولا لا. هاوز ذا جاب 5 حلو. اذا وصل فوق 70 نقدر خليه ينضم معانا. خلينا نقول له ايش. هاوز ذا جاب 5 حلو. هي جرب حظك. ها
Have you seen that noble who was passing? لا. What a day I've been working almost. Okay, لا بس. Have you seen. نقص. سحب علي خلاص شكرا. يب. فهي ايش؟ تعتمد على الحظ وتعتمد على انك تعرف الشخصية. تجلس كل شوية ترجع تكلمها. تحاول طبعا تقدر تكلمها في اليوم مرة الين يعني كل ما قلت لها حاجة كويسة راح تستمر معك، لكن اول ما تقول لها حاجة هي ما تحبها راح يسحب عليك على طول. يب انتكم منتبه. اوكي تشيل المشروم هذا، فخلينا اروح القرية الثانية اللي هنا ونحاول نحن نبيع ايش الحجارة اللي او الستون نايف. طيب وصلنا القرية، نبغى بس البياع نشتري من عنده غراض. ما خضن انه هنا. وين ايوه هذا بياع. تعال 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 يا شباب. خلينا نبيع. اوه هذا بيع بيض. خلينا نبيع ستون نايف. يب شوف ب 21 حلو سل. خلينا نبيع. ها شوف فلوسه 100 وفلوسه 1000. والله تاجر هذا جماعة الخير. اوكي هذا بعناها. خلنا نبيع 5 حبات من هذه. حلو شوف كم فلوسي صارت. صار معي 126. اوكي لا بس خلاص يعطيك العافية. في واحد كان يبيع بذور تمام، لكن في حاجة ابغى اقراها. خلينا نخش على جاني سكيل متى دبلوماسي. حلو one more point diplomacy more dynasty reputation from challenge more efficient from win the heart quest روميو. اوكي نحتاج روميو صراحة بحكم انه ايش لسه الان ما قابلنا اي حظ. طيب في حاجة كانت وين بالضبط؟ كويس الكرافتنج بدأ يمشي. في حاجة لازم اقراها. اوكي جورنال سيزن اند سليب. لا نبغى نبغى يا ابو الشباب. فيلد مانجمنت لا بيلدينج. ابغى فيلد. يب اتوقع انه فيلد. لا سيزن. اوكي ما اقدر. طيب ما هي مشكلة. في بياع ثاني ابغى اشوفه يبيع بذور. انا لازم نزرع صراحة، لازم نزرع قبل فصل ال ما ادري. انا اشوف انه فصل الخريف اصلا خلاص الناس تحصد صح، ما عاد ينفع الزراعة. هلا وسهلا كيف الحال؟ هذا ايش تبيع؟ تفاح وفطاير وعلوم زينة والله. شكرا الله يستر عليه. طيب خلينا نكلم الناس. ايوه هنا في 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 مزدين. خلينا نتكلم معه. وينها والله مندي فين راحت يا جماعه؟ والله سحبت علي كانت هنا يا اخي. طيب خلينا نشوف الخواص هذولي. ابو واحد كويس فارمر، هذا كويس في الفارمينج وفي الهانتينج. حلو كويس هانتينج. حلو هلا والله كيف الحال؟ طيب شوف 55% يبغانا نزيده. ريسيت لا ايجات انتو هانتينج. حلو هذا عجبه الهانتينج فانبسط. نايس ويذر. يا سلام بدا يزيد 65. باقي لي حاجه واحده. نايس ويذر يا سلام. اتوقع اندينا نقول له يا جماعه انا اف هيرد يو. لا لسه باقي. اوكي طيب هاي دو يو هاف ا مينيت. الله يقول لي خلاص سوري. طيب ما مشكله كلم رجال الثاني. هذا 50. اني جوسب ريسنتلي 5%. نايس ويذر 10 ما شاء الله والله زاد كثير والله. نايس ويذر مره ثانيه كويس 75%. اوكي لسه يقول اشتغل. ريسنتلي اي جات انتو هانتينج وات ا داي. جديده هذه. خلينا نشوف الهانتينج. حلو زاد. اوكي لا بس كمان نسبه جميله. باقي احد اقدر اسوي له ريكروت؟ لا باقي بياع هنا. اخر بياع يا جماعه. انا ابغى اشوف بياع اللي يبيع البذور. ايوه اونيون سيد.
crafting can be gained while collecting. ابغى اشوف it can be planted in spring and collected in summer. حلو. It can be sown in the autumn and harvest in spring. هذا ازرعه دحين في الخريف واحصده في الربيع. طيب. Or it can be sown in and harvest. وهذا نفس الكلام. هذا القمح. خلاص باخذ قمح. ابغى اشتري منه قمح. ولا بصل. قمح ولا بصل. طيب هذا it can لا لا مو هذا. اوكي خليني اخذ قمح. خليني اخذ قمح صح. تمام. طيب بدال القمح ما انتبهت القمح حاطنه ب20 فباخذ الراي. الراي اتوقع انه الشوفان فنقدر نزرعه. It can be on either in floor in the barn or boat. A crafting cooking research can be crafted be sown in the autumn and harvest in spring. Need a bag for sowing it on the field. Bag. طيب من فين اجيب الباك؟ خلينا ناخذ 2 من هذا. تمام. باي. خلينا ناخذ بذرتين ولا 3. خلينا ناخذ 3. خلينا ناخذ 3. حلو اخذنا. طيب يبغالي اشتري باك. باك الباك الباك ما ادري هل اتوقع انها من عند المدير اللي هنا. تعال تعال يا مدير تعال. نشوف واتر سكن باك. ايوه هذه. والله 200. اوه والله ما عندي 200 يا اخي. والله ما عندي 200. الله اكبر عليك. شكرا يعطيك العافيه. طيب يب اتوقع ما اقدر ازرع الين ما افتح الباق هذه صراحه. يبغانا نجمع فلوس. العموم راح نوقف هنا. اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع هذا. راح نشوف اذا نقدر نكرفت اشياء كثيره علشان نتعلم اشياء ونبني اشياء. وان شاء الله ان شاء الله ان احنا ايش نستمر في اللعبه هذه ونستمر لان لسه في بدايتها. هذه اول سنه لنا في اللعبه. صراحه متحمس صراحه متحمس على العموم. اتمنى انكم متحمسين معنا. كان معكم نهاية سنسي. اشوفكم على خير في المقاطع الجايه. السلام عليكم.